أنا رئيسة جمعية الزهراء التنمية والبيئة. درت احنا ساعدنا لحد هذا العام هذا، وكان أول مرة تنشاركوا في هذا المعرض، هذا المعرض الوطني. وهذا الإنتاج اللي شتو هو واحد الثمار ديال مجموعة من المستفيدات اللي تنديروا لهم تكوين في الجمعية ديالنا. ماشي هو يعني إنتاج خاص، وإنما إنتاج المتكونات اللي تيتعلموا، وفي نفس الوقت احنا تنوفروا لهم المواد الأولية من ثوب وخيط وعقيق والماكل، حتى التجهيزات وفرناها لهم. ولهذا بغينا احنا حتى هذا الرواق هذا ديالنا ينال الإعجاب ديال الناس اللي غادي يجيو يزورونا والمسؤولين، وهكا تتكون بداية ان شاء الله للعمل الجمعوي ديالنا باش ينال الرضا ديال الجميع، وتا هو يحضر ويسجل الحضور ديالو في جميع المعارض الوطنية، وتنتمناو حتى يكون حتى خارج الوطن. وعلاش لا؟ لان في يدنا حرفة وفي يدنا انتاج، والمرأة بالخصوص هي واحد العنصر اللي شوية يعني المجهود ديالها ولا العمل ديالها ولا الحرفة ديالها تتكون مخزونة شي شوية. لهذا بغينا هاد المرأة هادي تهي تسجل الحضور ديالها في هذا المجتمع وفي هذا الوطن. وعلاش لا؟ لانها تعطي تدير واحد المجهود كبير. مثلا انا نعطيكم غير تجربتي الخاصه، انا كنت ربات وبيت في داري، ما تنتحركش ما والو. فاش تعلمت هذه الصنعه ولات انا عندي حضور، ولا وليت معروفه، وليت مشهوره بالانتاج ديالي، وما اقتصرتش يعني ما خليتش هذه الحرفه ولا هذه الصنعه ديال الانامل ديالي خليتها مقتصره عليا. حاولت ندير هذه الجمعيه باش نعطيها للنساء اللي تا هما في وضعيه صعبه، اللي في وضعيه هشاشه، باش تا هما يستافدوا. وعندي امثله اللي استفدت من يدي وتعلمت من يدي ونالوا شواهد زعما تقديريه وشواهد يعني معترف بها في الوطن وخارج الوطن، وحاليا حتى هما تيقتاتوا منها وعندهم واحد المدخول. مثلا بعض الفتيات اللي يتيمات اللي حاليا تيشكروني لانهم ولا عندهم واحد السيار زوين تقريبا شي 6000 درهم في الشهر في اكادير. لهذا تنتمنى المعرض يدعمنا اكثر، لان درنا بزاف يعني خسرنا بزاف من جيوبنا، وما كانش شي جهه اللي عاونتنا ولا شي مسؤولين اللي زعما وقفوا معنا ولا حتى حاجه. لان انا 3 سنين انا باش اسست هذه الجمعيه هذه، ولكن حتى دعم ما جانا، حتى شي واحد ما دق بابنا وقلنا اش تديروا. اول كي واش دقيت انت يا بابنا؟ فعلا عندي دفعت طلبات، دفعت مشاريع للجهه للتعاون الوطني لحد الان 3 سنين هذه، وانا نطلب غير اتفاقيه شراكه باش البنات ديالنا ينالوا شواهد من التعاون الوطني. لحد الان ما كانش شي مقابله ولا شي ضيافه ولا شي استقبال من طرف المندوب السابق ولا الملصق الجديد. مدينه بني ملال تنهضر على مدينه بني ملال، لان فيها شويه الهشاشه وفيها حتى العنصريه من طرف المسؤولين. لان الجمعيه اللي تتكون معروفه وعندها رؤوس معروفه تيتعاملوا معها وتيعاونوهم وتيزيدوهم دعم فوق دعم. حنا حتى الكراسي اللي جلسوا عليهم المستفيدات اللي في وضعيه صعبه ويتيمات ومعاقات ما لقيناهمش، كل شيء صرفناه من جيبنا. تقريبا حنا 7 ديال الاعضاء راه تنساهموا شهريا 200 درهم، ما عندناش دخل، ما عندنا حتى دخل. هذاك 200 درهم ولا 300 درهم اللي تنديروها مساهمه باش نخلصوا الكرا ديال المقر اللي عندنا 150 درهم 1500 درهم، وعندنا السيار ديال الضو والماء، زائد تجهيزات كل شهر تناخذوا شي شويه، مثلا غير الكراسي لقينا معاهم مشكل. من نمشيو نشريو كرسي واحد يقول لك 70 درهم وغير بلاستيك. يعني حتى يعني بغينا الجهه تعاوننا، بغينا المبادره تعاوننا. المبادره ثلاثه د المرات بغينا نتبع لها مشروع مشاريع، ولحد الان ما كاينش شي
شي جواب منهم وما سولوش لنا حتى في اجتماعات تيجمعوا الجمعيات وتيديروا لقاءات وندوات وحنايا راه ما تيعيطوا ليناش ما تيعيطوا ليناش نهائيا. ما عرفتش واش من جمعيه نسويه ولا من جمعيه الاعضاء ديالها بسطاء ومن وضعيه يعني من ناس فقراء لان حنايا حنايا في اعضاء المكتب كلنا ناس بسطاء ما موظفاتش ما يعني ما عندناش مراكز. ولهذا تنتمنى هذا المعرض وهذه الجريده هذه اللي جات عندنا وزارتنا الله يجازيكم بخير وكثر خيركم انكم ترفعوا الصوت ديالنا وتساعدونا باش حتى حنا يكون عندنا صدى وباش حتى حنا تلف لينا العيون ويوقفوا معنا لان حتى حنا نخدموا المجتمع وبغينا حتى حنايا هاد الناس اللي هما في الخفاء يعني هاد المستفيدات اللي ما عندهمش صيت ما عندهمش اللي يهضر معاهم بغينا هاد الجمعيه هذه هي اللي توصلهم وهاد الجريده جريده الاصوات بغيناها توصلنا الصدى ديالنا باش المسؤولين يلتفوا لينا ويعاونونا ويعاونوا هاد الفئه اللي هم في حاجه للمساعده ان هذه هي اللي خصهم يساعدوها هاد الفئه اللي خصها تساعد معاقات وضعيه هشاشه ارملات يتيمات هادو هما اللي حنا تنجمعوهم في الجمعيه ديالنا باش نكونوهم باش نعلموهم صنعه باش يشدوا الشوايب على الاقل اضعف الايمان يشدوا الشوايب ديالهم علاش حنايا ما بغاوش يديروا معنا اتفاقيه شراكه التعاون الوطني لحد الان راه فايت 4 ديال الطلبات اللي حطيتها تما حطيت الملف ديال الجمعيه ديالي ولحد الان حتى واحد ما دار معايا مكالمه هاتفيه يقولوا لي اجي شوف المندوب ولا الموسع هذا ديال الجمعيات كان اللي يساعدوهم وكان اللي لا وتنتمنى جريدة أصوات ديرنا مكانة ديالنا في وسط الجمعيات النشيطة حنا درنا جوج أنشطة فخمة كبيرة النشاط الأول بجيوبنا حتى الترونسبور ما عطاهناش المجلس البلدي الترونسبور باش نطلعوا للجبل طلعنا لواحد المنطقة في أغبالة سميتها إيركسن وكانت في واحد الحالة تاع الجو يعني صعبة جدا كانت ثلج ما لقيناش حتى من ندوزو وكرينا الترونسبور عرفتو الترونسبور تمايا وهزينا دينا لهم ألبسة ديال صوفيا ديال البرد ودينا لهم مواد غذائية اللي كانت بسيطة درنا هكا غبيناتنا وبعض المحسنين اللي طرقنا الباب ديالهم والحمد لله استجبوا لنا والدولة ما عاونتناش حتى بالترونسبور والحكومة ديالنا المجلس البلدي دقيت عليه شحال مرة تندخل تنتظروا أنا في القاعة وتيهرب ليا من الباب الخلفي يعني هذا منكر على الاقل يسمع لينا على الاقل يجلس معنا ويسمع لينا ويشوف الطلبات ديالنا النهار اللي وقفنا اللي قلنا حنا خصنا ترونسبور عندنا مواد غذائيه عندنا البسه صوفيه فايت جوج طون ديال الالبسه الصوفيه الافريشه حتى الافريشه مانطات وكوفرليات وحصائر حتى هما فبغينا ترونسبور كبير وحنا يمشينا حنا 4 ديال العضوات من الجمعيه ما لقيناش اللي وصلنا هذاك قلنا لهم عطاونا غير ترونسبور حنا نعمروا له المازوت ولا ليسونس حنا نعمروا ليه ولو قال لك ما عندناش الحق وما ما يمكنش والالبسه ولا هاد المواد اللي تطلعوا للجبل راه يعني الناس ديال الجبل راهم في غنى عنها ولما زرنا المكان يعني الكارثه والله كارثه الثلج وتشوفي طفل لابس صندالة ديال الميكا بلاستيك لهذا جريدة أصوات هي جريدة أصوات وتنتمنى ترفع صوتنا وتوصل صوتنا للمسؤولين الكبار الاسم الصيفة زوارتي محمد من مدينة فاس دراس تقليدي كنصنعوا جلابة كنخدموا جلابة تقليدية جلابة الشعرة فاسية يعني عندها تاريخ الناس ديالها
الشراف اللي كيخدموا هذه الصناعه التقليديه كلها شريفه، بجربيه، بالشعره حره، بالمسائل ديال خصنا غير اللي خص الشاري، الشاري اللي كاين قليل، وكنخرج شويه ديال الثمن مع حنا عندنا هاد الجوده، عندنا جوده كتخرج شويه ديال السلعه، والسلعه شويه غاليه، ملي كنطلبوا للزبناء الثمن ما كيبقاش يشري، داك الشيء عندنا تيجي غالي. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلبوا منكم تساعدونا حتى انتم في الاذاعات والانترنت وفي المسائل ديال هذا، باش الصانع تسمع هذا الشيء باش تعاون صانع تقليدي. الصانع التقليدي راه هي اللي مركزه عليه الغرفه الصناعيه والوزاره الصناعيه، وكنشكر الوزاره الصناعيه وكنشكر الغرب وكنشكر المندوبيين وكنشكركم حتى انتم اللي كديروا هذا الجمال باش كتبينوا الصانع التقليدي، وشكرا لكم. دفعت الطلب العامل هذا العامل، كتجينا شي مسافه بعيده لقراص بور، وكنبغيو من يتعاون معنا باش حنا نمشيو شي يتعاون مع شي، الغالب لا ما كاين والو، وبغينا زعما بالصوفه ما عندناش الصوفه كاع، بغينا نزعمو شويه مع درنا تعاونيه ما عاوننا حتى شي واحد، بغينا الله يجازيهم بخير، بغينا ما يتعاونوا معنا، وكاع اللي تعاون معنا الله يجازيه بخير. وكيفاش جاك هذا المعرض هذا؟ المعرض ما بعت فيه والو، ما بعتش، القاهرة موسى باش تدخلي على ولادك، وطراس بور هز من ونازدة لقلعة سراغنا، وهما هي اللي هزوا لينا من القلعة لمراكش، وجايين راكبين بجيوبنا. علاه مني جيتوا دابا هي المعرض؟ المعرض هزوا لينا من قلعة سراغنا لمراكش، وين من ونازدة القلعة طراس بور عليا، والمركوب اللي جيت به لهنايا المركوب عليا، وبغينا زعما يتعاونوا معنا شي حاجه، غالب الله والو. شكرا. شنو غادي تقولي للمسؤولين؟ المسؤولين الله يهديهم، الله يهديهم ويتعاونوا معنا ويديروا لنا قرص بور ويشبعونا شويه باش حنا نزعموا لقدام، وهما يوقفوا على رجليهم وحنا نرفعوا على رجلينا. التعويضات ويعطيونا التعويضات باش نكونوا باش نكونوا مع باش زعما نطوروا السلعه شويه قدام، حنا نحمروا وجوههم وانتم يحمروا لنا وجوهنا. الله يهديهم. انا في تما كاينين يتعاونوا معايا، كاينين ثلاثه كيتعاونوا معايا تما، معروف عبد الرزاق وهشام وسم مصطفى كيعاونوا لي في الكتب. انا اميه، انا كنقول فيها اميه ما قريش حرف، كيتعاونوا معايا هذو ثلاثه في القلعه، ومن غير ما كان سيد العميل ولا شي حاجه اخرى حتى يجي يقول لك نتعاونوا معاكم، ولا كحل مصروف ولا واحد شي حاجه والو غالب الله. اسم براد المفضل، رئيس تعاونيه الحرازه الاصيله من فاس، جينا لهذا المعرض مراكش، المعرض الوطني الخامس، اننا جئنا لهنايا باش نقدموا المنتوج او اخر منتوج ديالنا اللي كننتجوا به خاصه قطع الحرازه، الحرازه التقليديه. وكذلك ان هذا المعرض انه يعني منتج وممتاز جدا، بالنسبه لعده زوار، هناك زوار من خارج المغرب يعني اجانب، وكاين حتى زوار مغاربه، وهذا هو الهدف، لان هنا هذا المعرض هذا كما قلنا كنقدموا فيه اخر منتوجات ديالنا، لان هناك عده اسواق لا سيما بعد الحصول او بعد شهور من السنه كيكون واحد الركود في القطاع. دابا هذا المشكل اللي كتعانيو ياك؟ لا هو بطبيعه الحال، لان عده قطاعات عندها بعد شهور اللي كتكون انها مزدهره وان كاين واحد الاقبال عليها، وكاين كذلك عاود العكس. بالنسبه لنا حنا القطاع ديالنا ديال القطاع المنتوجات الجلديه او القطاع ديال البلغه كيكون خاصه يعني في الاعياد وفي المواسم او في الشهور اللي كتكون شويه ديال الحراره، باش الانسان انه كيقتني هذه البلغه كيلبسها مع جلابه ولا دراعيه ولا بحال هكا. ولكن عموما حنا كنجيو اولا باش كنشهروا المنتوج ديالنا، وكنربطوا علاقات مع عده اخوان، ربما منهم تجار او منهم اللي ممكن انهم او اننا نتعاملوا معاهم،
واخا استاذ، شنو هما المشاكل اللي كتواجهها الصناعه التقليديه بالنسبه لك انت كصانع تقليدي ديال البلاغي؟ واش غنقول لك الاخت، يعني عده اشكالات ربما او عده مشاكل، منها اولا عدم تنظيم الحرف، لأن عدة حرف كما تعلمون ولا سيما الحرف العتيقة التقليدية القديمة اللي كيكون فيها واحد الناس اللي هما كثر كثار، يعني كتكون كيجاولوها يعني نساء ورجال وشباب، ولكن ما كاينش واحد استراتيجية اللي ممكن أنها تنزل، أو واحد يكون واحد تقنين أو واحد تنظيم اللي ممكن يضبطوا الأمور ديالهم. لأن من جهة المسؤولة اولا من جهه الصناع التقليديين، لان الامر يعني راه كبير وكبير جدا، ربما القطاع كيجاوله اكثر من 30,000 فرد وعده ورشات اكثر من 10,000 ورشه، من المستحيل ان نقولوا واحد الجهه معينه ديال اللي كتسمى القطاع الصناعه التقليديه انها تهيكل، لان كما تعلمون راه عدة أو يعني مجمل الصناعة التقليدية ما مهيكلاش، لأن إلا جات تهيكل أولا كخص الناس ديالها والناس ديالهم أنهم هما اللي هيكلوا نقولوا في جمعيات ولا في تعاونيات. شنو هو الجهات المسؤولة؟ كاين من طرفها شي دعم؟ وكيكون دعم لوجيستيكي، يعني ماشي مسألة الدعم أنه يمشي إلى من واحد الجانب نقولوا دعم مالي ولا لا، ولكن كيكون دعم، يعني حتى هاد المعارض راه كتصار عليه الوزارة أو كتصار عليه نقولوا داخل صدر الصانع، وكاين بعض المعارض اللي كتكون جهوية أو محلية بطبيعة الحال كتصار عليها الغرفة وكذلك المديرية، هذا هو الدعم اللي ممكن أنه يتقدم للصناعة التقليدية. الجهات المسؤولة دائما فاتحة البيبان ديالها بطبيعة الحال، الحمد لله، يعني بكل صراحة سواء لا غرفة ولا لا بالمعقول لا غرفة حاليا نقدر حاليا لا غرفة ولا مديرية، يعني الأبواب مفتوحة، ولكن كيف قلنا راه ما يمكنش تكون واحد العصا سحرية اللي ممكن تصلح الجميع. كلمة للجهات المسؤولة. وكنتمنى أولا ما دام أننا جينا شاركنا في هذا المعرض النسخة الخامسة اللي ممكن تجربة أولية اللي دارت جمعوا فيه 12 جهة في معرض واحد، كنتمنى ربما النسخة المقبلة إن شاء الله تكون في جهة فاس مكناس، هذه من جهة، وكذلك كيف قلنا تجربة اللي عندنا هاد وزارة الصناعة التقليدية بشراكة مع دار الصانع، يعني داروا أول مرة أنهم جمعوها في يعني في معرض واحد، كانت من قبل كانت كل جهة كتقوم بالمعرض ديالها، ولكن دابا خداو هاد التجربة وبطبيعة الحال يعني راه ما يمكنش 100% أنه يكون معرض ناجح في المرة الأولى. شكرا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.